مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتواجد تدريجي للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات. بوتين يدعو إلى تعزيز العلاقات مع دول بريكس على خلفية العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة 3 أشهر. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية مع الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار. وفي هذا الإطار ثمن رئيس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلة المستثمرين السعوديين من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين. كما أشار مدبولي إلى قمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية والتي عقدت مدينة شرم الشيخ مؤخرا، منوها في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجدا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد مدبولي على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ المشروعات. وأكد مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بما في ذلك تنفيذ الشبكات بالحي الحكومي. وتطرق الاجتماع إلى موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، فضلا عن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وموقف مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي. يأتي ذلك في إطار حرص قيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الدور التوعوي وإبراز ما يتم بذله من مجهودات لدفع عجلة التنمية. قد أدار مسؤول الوزارتين حلقة حوارية مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم، والتي أبرزت الفهم والوعي والإدراك الصحيح لمقاتلي القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات وقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل، انطلاقا من المسؤولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفي وتوعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.
استقبلت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين بالخارج لقيادة قوات الصاعقة المصرية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعريف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. وبدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة شأن الوطن. كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة، فضلا عن استعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ. أعقبه متابعة لعدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومي. كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عددا من الرميات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك للاطلاع على قدرات وإمكانات الأكاديمية وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. أكاديمية الشرطة صرح تدريبي أمني متميز تحمل مشعل العلم في خدمة الأمن، تستقبل زائرين ومتدربين من مختلف دول العالم لينهلوا من علومها الأمنية وقدراتها التدريبية. في هذا الإطار استقبلت الأكاديمية وفداً من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية. زيارة بدأت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وداخل إحدى قاعاته تعرفوا من خلال فيلم تسجيلي على قدرات وإمكانات الأكاديمية وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. Nous avons été très impressionnés par les dimensions de l'école qui est vraiment très importante, par le nombre de ses facultés, par les techniques utilisées, par l'équilibre entre les techniques de sécurité et les questions de liberté, et par la coopération internationale, puisque votre école a un rayonnement qui dépasse le cadre du pays. J'étais extrêmement donc intéressé par la diversité des missions. Bien sûr, les missions de formation initiale des officiers de police, les liens avec les partenaires extérieurs, avec notamment l'université. انتقل الوفد إلى كلية الدراسات العليا وشاهدوا ما تزخر به من إمكانات تعليمية ودراسية لإعداد وتأهيل الضباط للحصول على أعلى الدرجات العلمية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال والاستفادة من قدرات الأكاديمية وكياناتها المختلفة ومنها كلية الدراسات العليا. volontaire sur notre désir de développer un partenariat avec l'Académie de police, car nous avons des synergies à partager, à la fois sur notre capacité de recherche, notre travail sur la lutte contre la cybercriminalité, la gestion de crise, et en plus j'ai pu voir qu'il y avait un fort attachement de l'Académie de police à la langue française, ce qui facilitera les échanges entre nous. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام استقبل أعضاء الوفد الفرنسي، حيث تفقدوا إمكاناته اللوجستية والتدريبية المختلفة ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركين في بعثات حفظ السلام الأممية، وأشادوا بإمكاناته ومساهمته الفعالة في إعداد تلك الكوادر. a un rayonnement international et régional qui est très important, qui est reconnu par la France comme un acteur fondamental dans cette partie du globe. بين جنبات كلية الشرطة انطلق أعضاء الوفد لمشاهدة البرامج التدريبية التي يتم تطبيقها لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، حيث شاهدوا جانبا من التدريبات العملية لطلبة الكلية في مختلف ميادين التدريب القتالي المفتوح، كما شاهدوا ميادين التدريب الفني على أعمال التخصص الوظيفي. J'ai été impressionné par les présentations que nous avons eues ce matin.
la qualité des formations, les dispositifs techniques et logistiques dont disposent les forces de sécurité égyptiennes pour se former. L'ensemble des capacités que j'ai pu voir laisse présager la possibilité de faire bénéficier à différents officiers français de la formation, de la qualité de la formation qui est dispensée aux officiers égyptiens. أصداء وانطباعات إيجابية بين أعضاء وفد الضباط الفرنسيين عن زيارتهم لأكاديميات الشرطة تؤكد على تميز هذا الصرح الأمني وتفرده في إعداد الكوادر الأمنية وفقا للمستجدات العصرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 34 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن أقماح محلية. اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقد خلصت جلسات المنتدى إلى ضرورة بناء المؤسسات الوطنية ووضع خطط فعالة لتطويرها، إضافة إلى ضمان تمويل المشروعات ذات العلاقة بالمناخ مع وجوب التزام الجهات المعنية بتنفيذها بما يتماشى مع تلبية الاحتياجات وتوفير حلول شمولية. لابد أن ندمن هناك مشروعات تمويلية طويلة المدى تعمل على رفع قدرات التمويلية والتنفيذية لمشروعات تتعامل مع المناخ، وأن يكون هناك التزام من كل الجهات المعنية بما يساعد على زيادة وتعظيم التمويل للمشروعات التي من شأنها أن يتم تنفيذها بما يتعاطى ويتماشى مع تلبية الاحتياجات وتوفير الحلول الشمولية المتكاملة بطريقة شاملة، وأيضا تلبية احتياجات المجتمعات لا سيما فئات الأطفال والنساء، وأيضا دور منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا مركزيا في هذا السياق. على مدار يومين تواصلت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة الذي جاء برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مناقشات لأهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ووضع حلول لها، حيث جاءت أجندة المنتدى في يومه الأخير بعدد من الجلسات التي ناقشت التحديات الإفريقية والتي جاء على رأسها الأمن الغذائي وتمويل المشروعات لمواجهة المخاطر المتتالية، بالإضافة للاستعداد لبلورة الحلول المطروحة وعرضها في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ. احنا حريصين على انعقاد هذا المنتدى بشكل دوري باعتباره منصة للحوار بين كبار مسؤولين، شفنا عدد من الوزراء الأفارقة موجودين ومعهم ممثلي منظمات غير حكومية، مراكز أبحاث، ممثلي شباب، المرأة، مجموعة من المفكرين، الكل بيجتمع ليناقش قضايا وتحديات أساسية بتواجهها الدول الأفريقية. مناقشات سرية جدا تمت في النسخة الثالثة لمنتدى أسوان، وكان في إشادة بها من جميع المشاركين، وهي يعني بدأت بكلمة للسيد رئيس الجمهورية فتاح السيسي الذي يعني وضع يعني أهم التحديات وأهم القضايا التي ستناولها هذا المنتدى هذا العام، وأيضا السيد الوزير سامح شكري وزير خارجية مصر، وكانت بتركز على يعني
أهمية بناء قدرات الدول الأفريقية. تداعيات تغير المناخ على تحقيق السلم والتنمية كانت التحدي الأبرز في نقاشات هذه النسخة، حيث ناقش الخبراء علاقة تغير المناخ بالنزوح والحفاظ على السلام في أفريقيا، بالإضافة للاهتمام بمنطقة البحر الأحمر لتحقيق السلم والتنمية الاقتصادية بها. المهم هذا العام أننا نحاول أن نربط أجندات متعددة، ومنها إيجاد حلول متطورة نواجه بها تغير المناخ في الدول التي تحدثنا عنها، وهذا ما سيتم مناقشته في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. الجلسة كانت عن التطوير والسلام والتنقل عبر البحر الأحمر، وكيف نرى المطورين والشركاء يجتمعون مع بعضهم البعض من أجل السلام والأمان في المنطقة. بالنسبة للبحر الأحمر وهجرة الكثير من الأفارقة وذلك بسبب تأثير المناخ، فلا بد من إيجاد حلول دائمة. الأمن الغذائي وتداعيات تغير المناخ ومحاربة الإرهاب ودور المرأة والشباب، كلها موضوعات كانت على أجندة أولويات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ليخرج المنتدى بتوصيات يتم العمل على تنفيذها وسط متابعة مصرية للدفع بأجندة العمل الإفريقي إلى الأمام. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات. كما أعربت مصر حكومة وشعبا عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدة على تضامنها مع أفغانستان في هذا المصاب الأليم. وكانت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان قد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر أدى إلى مصرع أكثر من 1000 شخص على الأقل شرق البلاد. وقد قال رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني، قال إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيكا، حيث أدى الزلزال أيضا إلى إصابة المئات. وأشار أيضا حقاني إلى أن السلطات بدأت عملية إنقاذ، وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذائية. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات بين دول بريكس والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية. وعشية قمة افتراضية استنكر بوتين أمام المشاركين في منتدى بريكس الاقتصادي، استنكر فرض عقوبات جديدة ذات دوافع سياسية بشكل مستمر على موسكو. وأكد بوتين أن هناك محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في موسكو وزيادة حصة السيارات الصينية في السوق الروسية. وتريد روسيا أيضا أن تطور من شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويلات الدولية وعملة دولية أيضا، بهدف خفض الاعتماد على الدولار وعلى اليورو. قال المستشار الألماني أولاف شولز قبل اجتماعات مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي، قال إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة. دعا شولتز أمام النواب الألماني حلفائه إلى الاستمرار في دعم كييف من خلال العقوبات وتسليم الأسلحة لأوكرانيا، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية التي قدمت بموجبها واشنطن مليارات لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. قال شولتز إنه دعا الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السبع التي تبدأ الأحد من أجل الاتفاق على خطة مارشال لأوكرانيا.
أكدت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 500 عسكري أوكراني جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعا في مدينة نيكولايف جنوب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كونانشيكوف قال إن الطيران الروسي دمر 5 مستودعات للذخيرة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 151 منطقة. ولفت كونانشيكوف إلى أن قوات الصاروخية والمدفعية أصابت 253 منطقة تجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 6 مستودعات للذخيرة في لوهانسك شرق أوكرانيا. يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى جانب المطالبة بالمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائه الغربيين، يسعى لضمان أن تمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد. وقد لقي تصريح زيلنسكي دعما من الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأشار كليمان إلى وجود توافق تام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع نظرائه في لوكسمبورغ بشأن طلب ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الذي ينتظر الحصول على موافقة رسمية خلال القمة الأوروبية الخميس. économiques, sociaux, qui doivent être construits, qu'on n'avait pas bâti dans les épisodes précédents, si je puis dire, notamment avec les Balkans occidentaux. Et aujourd'hui, nous voyons. في خطاب ألقاه قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، أدان الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع التحالفات العسكرية. وقد نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن شي جين تصريحه في منتدى بريكس الاقتصادي بأن الأزمة في أوكرانيا هي مؤشر إنذار آخر للعالم، منتقدا توسيع التحالفات العسكرية والسعي إلى تحقيق الأمن الفردي على حساب أمن الدول الأخرى. أعلنت وكالة وحرس الحدود البولندية استقبال 4,238,000 لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي. وأوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت أمس 23,800 لاجئ من أوكرانيا مقارنة ب 23,000 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.27 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية أخرى. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة 3 أشهر. وخلال كلمته رحب بايدن بقرار أوبك الأخير الخاص بزيادة المعروض العالمي من النفط. وطلب الرئيس الأمريكي شركات النفط بأن تستخدم الأرباح لزيادة طاقة التكرير، مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض أسعار النفط فإن أسعار البنزين في محطات الوقود يجب أن تنخفض أيضا. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن
تلك الإجراءات يمكن أن تخفض من أسعار البنزين في محطات الوقود بمقدار دولار للجالون. قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه لن يستبعد أي حجم بعينه لرفع أسعار الفائدة بما يمكن أن يصل إلى 100 نقطة أساس في مرة واحدة، بينما يعمل البنك المركزي الأمريكي لاحتواء التضخم. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في جلسة استماع في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأضاف باول أن البنك المركزي الأمريكي ملتزم وبقوة بخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما، مشيرا إلى أن صانعي السياسة النقدية يتحركون على وجه السرعة في هذا الاتجاه. توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز بشكل كامل عن أوروبا لتعزيز نفوذها السياسي وسط أزمة أوكرانيا. وأضافت الوكالة أن أوروبا بحاجة مشاهدينا الكرام، وإلقاء المزيد من الضوء على التضخم في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيندنزاون الألمانية. إذا أهلا بحضرتك مبدئيا. يعني الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل إذا للتضخم منذ 40 عام، ما هي قراءتك؟ تحياتي لحضرتك في البداية والسادة المشاهدين، ولكن هي مش الولايات المتحدة الأمريكية بس، ولكن حتى في ألمانيا هنا التضخم وصل لأعلى مستوى ليه من حوالي 50 سنة أو أكثر كمان من 50 سنة، وده كان نتاج طبعا الظروف اللي بيمر بها العالم كله، سواء كنا بنتكلم بداية من أزمة كورونا وتعطيل سواء سلاسل التوريد والتأثير بتاعها على توصيل المواد الخام وقطع الغيار وحاجات كتير جدا. بعديها جت طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي هي كمان عطلت وصول مواد خام كتيره جدا كانت بتعتمد عليها الصناعات الاوروبيه او الصناعات الغربيه، الى جانب طبعا التاثير اللي تسببت فيه الازمه دي خصوصا في مجال الطاقه. النهارده بقى في ارتفاع في اسعار الطاقه اللي اثرت كمان على اسعار كل حاجه حوالينا، وبالتالي بقت قيمه الفلوس النهارده، عشان كلمه التضخم في ناس كتير جدا بتسمعها تبقى فاهمه يعني بشكل بسيط جدا، ان صحيح. الفلوس قلت قيمتها، اللي انا كنت بقدر اعمله زمان مثلا ب 1000 دولار لازم اعمله دلوقتي ب 1200 او 1300، او الجنيه نفسه مثلا لو بنتكلم على دوله زي مصر قيمته قلت بالنسبه مقارنه بالسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبل اللي قبلها. نعم. طيب، يعني توجد اجراءات عده يمكن ان تتخذ لمواجهه هذا التضخم، ما هي هذه الإجراءات من وجهة نظرك التي يجب أن تتبع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟ طبعا بيبقى في قرارات بخصوص موضوع الفايدة، في قرارات بخصوص موضوع الادخار وخصوصا في الدول اللي بتحتاج العملة الصعبة أو الدول اللي صادراتها أقل من وارداتها، بتحاول دايما أنها تحافظ على العملة الصعبة المتواجدة في السوق، ولكن في نفس الوقت لازم يكون في اجراءات حكوميه تسهل الحياه الى حد ما على المواطن العادي البسيط، علشان يقدر يواجه الارتفاع اللي موجود في الاسعار في كل الامور الحياتيه اليوميه بتاعته. وده حصل طبعا صحيح. بعد اجتماعات كثيره قررت الحكومه الالمانيه هنا انها تتخذ اجراءات عده
من ضمنها انها مثلا تقلل الضريبه على المواد البتروليه، انها تقلل سعر التذكره في المواصلات العامه، او تثبيت بعض الاسعار في المواد الاساسيه، او تدعم الاسر. نعم، كاجراء يعني لمواجهه هذا التضخم في المانيا. شكرا. ولكن الجميع متوقع ان احنا طبعا رايحين لنقطه اسوء من اللي احنا فيها حاليا. نعم، مفهوم. شكرا جزيلا لك الاستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينه هيدنهاوزن الالمانيه. مشاهدينا الكرام، التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعا إلى تشكيل أغلبية. جاء ذلك في أول خطاب له بعد أن فقد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية بالانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي، حيث شدد على ضرورة إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب. علينا أن نوضح في الأيام القادمة حصة المسؤولية والمساهمة للقوى المختلفة من الجمعية الوطنية التي ينبغي والذي هم مستعدون لاتخاذها الدخول. هل سيدخلون في ائتلاف أم سيقومون فقط بالانخراط في بعض المشاريع القوانين كالميزانية؟ وبالتالي على هذه المجموعات عليها أن تقول بكل شفافية إلى أين تريد أن تتجه. طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة القضاء نهائيا على الأسلحة النووية في العالم. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي للتخلي عن الأسلحة الفتاكة بشكل نهائي وضرورة حل المشاكل من خلال الحوار والتعاون. وحذر من أنه مع وجود أكثر من 13 ألف سلاح نووي حول العالم، فإن احتمال نشوب صراع نووي لم يكن من الممكن تصوره في السابق قد عاد الآن إلى عالم الاحتمالات. أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة. وقال ولي عهد الكويت في كلمة له نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قال إنه تقرر اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي. واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا. وبناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استعداد المجلس لتبني كافة المقترحات التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال لقاء عقده المنفي في طرابلس مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وسبل حل بعض المشكلات الراهنة، وخاصة السياسية
السياسية والأمنية منها بتقديم مقترحات من شأنها أن تسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وقد أعلن رؤساء الأحزاب تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي باعتباره يمثل وحدة التراب الليبي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أحمد المنظري إنه سيتم اتخاذ تدابير علاجية بالصومال بمساعدة 100 من العاملين بالرعاية الصحية، وذلك لعلاج المصابين بمرض جدري القردة. وجدد المنظري القول بأنه جدري القردة يصيب أي شخص من خلال التلامس الوثيق مع المصاب، كما حث الحكومات والأفراد على العمل لضمان تقديم العون والدعم للمصابين. يبدأ في هذا الأسبوع أول تدريب على التدبير العلاجي للحالات في الصومال بمشاركة أكثر من 100 شخص من 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل الكشف المبكر والتشخيص التفريقي والتأكيد المختبري والعلاج المناسب في المرافق الصحية. وينبغي تذكير الجميع بأن جدري القردة يمكن أن يصيب أي شخص في حالة التلامس الجسدي الوثيق مع شخص آخر مصاب بهذا المرض، ونحث البلدان مرة أخرى على العمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على ما يحتاجون إليه من معلومات ودعم لحماية أنفسهم وغيرهم. تواصل مديرية الصحة بأسوان إطلاق القوافل العلاجية بمركز إدفو. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الكشف وصرف العلاج الذي يتوافر منه أكثر من 130 نوعا بالمجان على المترددين من القرية والقرى المجاورة، وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية بالمجان. احنا النهارده في قريه كلح الجره التابعه لمركز ادفو بننفذ القوافل العلاجيه على مدار يومين. النهارده اليوم الاول، فكره القوافل العلاجيه المتنقله هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، بنحاول بنوصل للخدمه كامله متكامله لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومه والاكثر احتياجا. زي ما قلت لحضراتكم بننفذ القافله على مدار يومين. احنا عندنا 10 تخصصات طبيه مختلفه، الكشف والعلاج في القافله بالمجان، عندنا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف، عندنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم لمدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة. وقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المدارس التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 8 مدارس في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري، ويتم إتاحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء الأمور. على هامش زيارتها لبرلين، عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات موسعة مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابك. تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشتركة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار. وعلى هامش اللقاء، وقعت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد الألماني إعلان نوايا مشترك في مجال تدريب مديري الأعمال التنفيذيين في مصر، بالإضافة إلى توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ونظيره الألماني. من جانبها، أكدت نيفين جامع إنشاء مجموعة عمل مصرية ألمانية لتقييم نتائج تنفيذ البرنامج وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة إجراءات التدريب لمديري الأعمال التنفيذيين. مشاهدينا الكرام، وقفتنا الاقتصادية الآن في التاسعة.
مع فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة، إليك. أهلا بك أمامة تمام، وأهلا بكم نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية بلغت 35 مليار دولار في 2021 بزيادة 22% مقابل 38 مليار دولار واردات. جاء ذلك عبر تقرير نشره مركز المعلومات يتضمن بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة في صادرات مصر لعدد من التجمعات الدولية، وأوضح أن صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية جاءت بالمرتبة الأولى بقيمة 11 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 6%، يليها تجمع الأسكوا بإجمالي 8 مليارات دولار بنسبة زيادة تقدر ب 3.5%، ثم الكوميسا بالمرتبة الأخيرة بإجمالي 3 مليارات دولار بنسبة زيادة 31%. قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن منظمات المجتمع المدني تطلع بدور محوري في دفع العملية التنموية. وأوضح المركز أنه في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية منظمات المجتمع المدني، خصص العدد الجديد من مجلة آفاق اجتماعية لمناقشة دور المجتمع المدني من أجل تعظيم الدور التنموي للمجتمع المدني وزيادة فعاليته. تتواصل جهود مصر للإعداد لمؤتمر المناخ كوب 27، وكانت للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشاركة الفعالة في منتدى أفريقيا للطاقة ببروكسل. وقد شارك رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يحيى زكي في جلسة بعنوان الطريق من كوب 26 إلى كوب 27. وقد تطرقت كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة إلى إمكانات القارة الإفريقية الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي لا تسهم فحسب في تحقيق إفريقيا للاكتفاء الذاتي، بل المساهمة في أغراض التصدير لخارج القارة. تواصل مصر جهودها الدؤوبة لدعم رؤيتها التنموية وتعزيز العمل المشترك مع جميع الدول والتكتلات. ومن هذا المنطلق وصلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءتها مع مسؤولي المنظمات الأممية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بالنمسا ضمن فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد بفيينا. وعقدت المشاط لقاء مع مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما عقدت لقاء مع المديرة التنفيذية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنظمة الطاقة المستدامة. والتقت الوزيرة والسكرتيرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، كما التقت مدير قسم الاستثمار بشركة أكوا باور للطاقة وممثلة بنك التنمية النمساوية. انتخبت مصر رئيسا للجمعية العمومية للمركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في دورته الحالية ولمدة عامين. وفي كلمة له أمام الجمعية أكد وزير الزراعة السيد القصير أن جائحة كورونا جعلت التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة نتيجة لما سببته هذه الجائحة من مشكلات عالمية. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي بضغوط من تعاملات المستثمرين الأجانب العرب، وبينما اتجهت تعاملات المصريين للشراء وخسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642 مليارا و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9697 نقطة وأغلق عند مستوى 9612 نقطة منخفضا بنسبة 88%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1812 نقطة وأغلق عند مستوى 1800 نقطة متراجعا بنسبة 40%. كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2680 نقطة ليغلق عند مستوى 2661 نقطة منخفضا بنسبة 72%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و70 قرشا للشراء و18 جنيه و81 قرشا للبيع. أما بالنسبة للسعر اليورو، وصل السعر إلى 19 جنيه و66 قرشا للشراء و19 جنيه و77 قرشا للبيع.
بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و88 قرشا للشراء و23 جنيه وقرشين للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرش للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات وقرش للبيع. تراجعت البورصات الخليجية مقتفية أثر أسعار النفط في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات العالمية بتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود عالمي. انخفض المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 2.9% مسجلا انخفاضات واسعة النطاق، وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة دبي على انخفاض 0.9%، وفي أبو ظبي انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 1.8%، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية 1.1%. قالت جمعية مصارف لبنان إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وترى أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسة للخروج من أزمة البلاد المالية. وفي الوقت نفسه قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين. قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إنها تعتبر الرسوم الجمركية على بضائع الصينية أداة ضغط مهمة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإن إلغائها سيكون له الأرجح تأثير محدود على التضخم في الأجل القصير. وقالت تاي في شهادة أدلت بها أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن من المهم التركيز على الصورة الأكبر لحماية المصالح التجارية للولايات المتحدة في مواجهة خطط الصين للهيمنة على صناعات مهمة مثل أشباه الموصلات. انخفض اليورو والجنيه الاسترليني مع عودة المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسة لاحتواء التضخم يهدد بإبطاء النمو العالمي بصورة حادة أو حتى بحدوث موجة ركود. أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1%، ما دفع الجنيه الاسترليني إلى الانخفاض 1% تقريبا ليهبط إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند دولار و22 سنتا، ومع شعور المستثمرين بالقلق مرة أخرى إزاء آفاق النمو العالمي صعد الدولار الأمريكي الذي يعد ملاذا آمنا أمام معظم العملات الرئيسة الأخرى. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في بنغلاديش والهند إلى 112 قتيلا على الأقل. هذا وقد ذكرت قناة CNN الأمريكية أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع والطرق في بنغلاديش، كما تسببت أيضا في عزل العديد من المناطق في البلاد. وأما في الهند فقد أسفرت الفيضانات عن تشييد الألاف من الأشخاص من منازلهم. ووفقا لمركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في داكا عاصمة البلاد، يشهد منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسية عبر بنغلاديش ارتفاعا ملحوظا. وقد اخترقت مياه نهر برهاماپوترا أحد أكبر الأنهار في أسيا سدوده الطينية وأغرقت 3000 قرية. أما الآن مشاهدينا الكرام فمع أخبار الكرة والملاعب والنشرة الرياضية. الأخبار بالتأكيد مع فاطمة خليل، أهلا بك تفضلي. من شكرا جديد. نوها شكرا أميمة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. تقام حاليا مباراة الفريق الأول للنادي الأهلي مع غزل المحلة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز. تقدم الأهلي بهدف لا شيء أحرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من المباراة، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 25 نقطة.
استطاع فريق الزمالك تحويل خسارته بهدف أمام البنك الأهلي إلى الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة 22 للدوري. تقدم عصام صلاح ظهير أيسر البنك الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 73. أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 85 ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة. فاز فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة على إيسترن كومباني في إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أحرز إسلام عيسى الهدف الأول لصالح نادي بيراميدز في الدقيقة 20، وسجل رمضان صبحي الهدف الثاني والثالث لصالح بيراميدز في الدقيقتين 45 91. احتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل نادي إيسترن كومباني المركز الثامن عشر برصيده 13 نقطة. احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمرور 5 سنوات على صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الريدز قادما من روما الإيطالية. قد حرصت صفحة ريدز الرسمية على تويتر بالاحتفال بالفرعون عبر تغريدة جاء فيها 5 سنوات لا تصدق، حيث شارك صلاح في 254 مباراة سجل فيها 156 هدفا و58 أسيست. كان صلاح قد انضم إلى ليفربول في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو، جعلت هو أغلى صفقة في تاريخ الريدز وقتها. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ضم النجم السنغالي ساديو ماني إلى صفوفه قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات. وأشارت تقارير صحفية أن الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو، وقاد ماني 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله في عام 2016، سجل له 120 هدفا، كما حقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، كأس إنجلترا، كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبية. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لنهى وأميمة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. وما زالت مصر تواصل دعمها للقوى الناعمة وسعيها أيضا وراء حقها الأصيل في الريادة الحضرية، حيث افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم معرضا لنتاج منحة الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني دفعة الفنانة جاذبية سري، والذي أقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما. وقدمت عبد الدايم التهنئة للشباب الحاصلين على المنحة، وقالت إنها تهدف إلى إطلاع الجيل الجديد من مفردات قوى مصر الناعمة على التوجهات الحديثة في عدد من المجالات الفنية، مشيرة إلى أن إنتاج مواد إبداعية تحمل الطابع المصري وتواكب التطور العالمي يؤكد على الريادة الحضارية للوطن. وفي مجال اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتكريس الفن للنهوض به، تكثف وزارة الثقافة من نشاطاتها بالداخل والخارج. بالفعل، فقد احتفلت الأكاديمية المصرية للفنون بروما بعيد الموسيقى العالمي في حفل كايرو ستابس بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم كضيف الشرف. وأبدت الوزيرة سعادتها بمشاركتها الجمهور في إيطاليا الاحتفال بهذه المناسبة، وأكدت أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما من الأذرع الدبلوماسية الهامة للقوى الناعمة الوطنية، وتساهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا. تحول اليوم ذكرى رحيل رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف. قدم صلاح أبو سيف ما يقرب من 50 عملا فنيا، اختير منها 11 فيلما من إخراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. الواقعية في السينما مذهب ومعالجة المشاكل الإنسانية
غايته والموضوعية في التناول طريقه إلى حفر اسمه كأحد أفضل المخرجين في السينما المصرية. إنه صلاح أبو سيف الذي ولد في 10 مايو من عام 1915 بمحافظة بني سويف، وبعد حصوله على شهادة التجارة متوسط عمل في شركة النسيج بالمحل الكبرى قبل أن يلتحق بالعمل بالصحافة الفنية التي كانت سبيله إلى دراسة السينما، ومنها السفر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة الفن السابع. دايما في قلبي كان أول فيلم من إخراجه في عام 1946، وتوالت بعده أعماله الإبداعية التي ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية. بص كويس اتعرف عليه، بص كويس اتعرف عليه، ابنك ابنك أبو سيف كان يملك 11 فيلماً ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية، ولعل أهم أفلامه بداية ونهاية والقاهرة 30 والزوجة الثانية. تميز أبو سيف بتنوع وجودة أعماله واقترابها من قضايا المجتمع، كما اشترك في كتابة السيناريو لمعظم أفلامه، حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم. ويعد صلاح أبو سيف أول مخرج مصري يدخل تاريخ السينما العالمية، حيث عرضت له أعماله في مهرجانات دولية. وفي 22 يونيو من عام 1996 رحل رائد مدرسة الواقعية في السينما المصرية عن عمر ناهز 81 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من نصف القرن. شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئة مكافحة الفساد الإفريقية والمنعقدة خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيو 2022، وذلك في بوروندي بعنوان حماية ثروات إفريقيا مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة. وقد تضمن الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2026 ودور وكالات مكافحة الفساد الأفريقية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وفي نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2025، حيث فازت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد، كما فازت مالي بمقعد النائب الأول والكاميرون بمقعد النائب الثاني. ووافق الاتحاد على طلب جنوب أفريقيا باستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العام القادم. وأما الآن فإلى أخبار الطقس. فاطمة تطلعنا على المزيد، تفضلي فاطمة. شكرا نوها، شكرا أميمة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا وجولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-20، بورسعيد 31-22، الإسماعيلية 34-22 وجوها حار. بالنسبة للسويس 34-22، العريش 31-22، طابة 35-21، شرم الشيخ 37-25، الغردقة 36-26 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 39-26، أسوان 39-26، الوادي الجديد 39-25، شلاتين 34-25، حلايب 31-24 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية وتواجد تدريجي للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات. بوتين يدعو إلى تعزيز العلاقات مع دول بريكس على خلفية العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية. الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة 3 أشهر. إذن مشاهدينا الكرام، ختام نشرتنا، لكن هواء التاسعة ممتد مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. مساء أهلا بك يا نوها. إزيك؟ إزيك يا أمية؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ مساء يوسف. أهلا. الحمد لله. كلنا كنا قاعدين عاملين بنتابع الأنفد اللي كنت طالع فيه. لذيذ شكله حلو. شكله حلو. لازم تشوفوا زميلاتي كلهم كيوت قوي كده. اي مخلوق وهو حجمه صغير كده، يعني الطفوله في كل المخلوقات جميله جدا جدا. حتى يعني بالنسبه للحيوانات ايا كان نوع الحيوان. انا مثلا ماليش في القطط قوي، بس انا احب القطط النون الزغنططه. لما تكبر ماليش فيها خلاص كده. حقيقي. على كل يعني كان حديث في السريع كده. اشكركم. شكرا. واستاذنكم نبدا فقراتنا.